فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الهمز واللمز والاستهزاء من كبائر الذنوب التي تخرج صاحبها من الإيمان؟ قوله سبحانه: قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه في المنافقين يا أخي، أما المؤمن إذا صدر منه شيء فلا يخرج من الإيمان، لا يخرج من الإيمان بسبب كبيرة من الذنوب دون الشرك، لكن يضعف إيمانه ويقل إيمانه لكنه ما يخرج. نعم.